الأصحاح الثالث. ورجع يسوع إلى المجمع فوجد فيه رجلا يده يابسة، وكان هناك جماعة يراقبونه ليروا هل يشفيه في السبت فيتهموه. فقال للرجل الذي يده يابسة: قم في وسط المجمع. وقال للحاضرين: أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟ فسكتوا. فأجال يسوع نظره فيهم وهو غاضب حزين لقساوة قلوبهم، وقال للرجل: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا مع الهيروديسيين ليقتلوا يسوع. فانصرف مع تلاميذه إلى بحر الجليل، وتبعه جمهور كبير من الجليل واليهودية ومن أورشليم وأدومية وعبر الأردن ونواحي سور وصيدا. وهؤلاء سمعوا بأعماله فجاءوا إليه. فأمر تلاميذه بأن يهيئوا له قاربا حتى لا يزحمه الجمع، لأنه شفى كثيرا من الناس، حتى أخذ كل مريض يشق طريقه إليه ليلمسه. وكان الذين فيهم أرواح نجسة يسجدون له إذا رأوه ويصيحون: أنت ابن الله. فكان يأمرهم بشدة ألا يعلنوا أمره. وصعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فحضروا إليه، فأقام منهم 12 سماهم رسلا يرافقونه فيرسلهم مبشرين، ولهم سلطان به يطردون الشياطين. وهؤلاء 12 هم سمعان وسماه يسوع بطرس، ويعقوب ويوحنا ابن زبدي وسماهما بونرجس أي ابني الرعد، وأندراوس وفيليبوس وبرثولوماوس ومتى وتوما ويعقوب بن حلفة وتداوس وسمعان الوطني الغيور ويهوذا أسخريوت الذي أسلم يسوع. وجاء يسوع إلى البيت، فعاد الناس إلى الازدحام حتى تعذر على يسوع وتلاميذه أن يأكلوا. وسمع أقرباؤه فجاءوا ليأخذوه، لأن بعض الناس قالوا: فقد صوابه. وأما معلمو الشريعة الذين نزلوا من أورشليم فقالوا: فيه بعل زبول، وهو برئيس الشياطين يطرد الشياطين. فدعاهم وكلمهم بأمثال، قال: كيف يمكن للشيطان أن يطرد الشيطان؟ فإذا انقسمت مملكة لا تثبت، أو انقسم بيت لا يثبت، وإذا ثار الشيطان على ذاته وانقسم لا يثبت بل يزول. لا يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي وينهب أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم ينهب بيته. الحق أقول لكم، كل خطيئة وكل تجديف مهما كان يغفرهما الله للناس، وأما من جدف على الروح القدس فلا مغفرة له أبدا، بل تبقى خطيئته أبدية. وبهذا الكلام رد على الذين قالوا: فيه روح نجس. وجاءت أمه وإخوته فوقفوا في خارج البيت وأرسلوا إليه يدعونه، وكان يجلس حوله جمع كبير، فقالوا له: أمك وإخوتك وأخواتك في خارج البيت يطلبونك. فأجابهم: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ونظر إلى الجالسين حوله وقال: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة الله هو أخي وأختي وأمي.